عايزين في البداية كده نوضح للمشاهدين ما هو قانون حماية المنافسة وإيه المقصود بيه؟ الواقع أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر من أجل ضبط الأسواق وعدم وجود نوع من أنواع التحالف بين المصنعين أو المنتجين أو البائعين أو مقدمي الخدمات علشان يزودوا الأسعار أو يتحكموا في الأسواق أو يسيطروا عليها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمستهلك في النهاية ويتم استغلال مرفوض. هذا القانون بيحاول أنه يجعل وفقا لأحكام وقواعد قوانين السوق الحر أنه يمنع المنتج من الذي يسيطر على السوق من أنه يضع قواعد الإنتاج وجودته وتصنيفه وفي النهاية التسعير محل يعني هواه ووفقا لما يريده، ولكن يجب أن تتحكم قواعد السوق الحر، العرض والطلب والجودة وغيرها وذوق المستهلك في بقاء أو عدم بقاء هذا المنتج وتحديد سعر هذا المنتج. ولذلك صدر هذا القانون وبيتطبق بالفعل وانطبق في كثير من القضايا، أشهر قضايا مثلا قضية الحديد في قضية ضد أحد المصانع الكبيرة، يعني لا داعي لذكر الاسم الآن، وصدر حكم قضائي من محكمة الاقتصادية المختصة بتوقيع عقوبات وتغريم صاحب هذا المصنع نتيجة لوجود ممارسات احتكارية كبيرة أثرت تأثير كبير على السوق. طيب أستاذ طارق، احنا عارفين ان في دلوقتي زي مقترحات لتعديل هذا القانون، فخلينا نسأل ايه يعني عيوب القانون الحالي او ايه اللي بينقص القانون الحالي علشان يستدعي تعديلات؟ يعني هو ما يلفت النظر مبدئيا انه القانون بيمنع السيطرة وبيمنع التدخل بين التحالفات بين المنتجين زي ما احنا ذكرنا، بحيث ان هم يؤثروا على نوع المنتج وجودته او سعره. هذا الكلام يعني ان المضرور في حقيقة الامر نمرة واحد هو المستهلك، فالعقوبات اللي موجودة هي عقوبات باهظة في واقع الامر بتقع على مرتكب الجريمة، لكن هذه العقوبة المالية الكبيرة السؤال أين تذهب؟ بتذهب إلى صندوق وهو صندوق الجهاز لحماية المستهلك. هذا الصندوق بياخد الغرامات كحصيلة، وطبعا بتقول جزء منها إلى الجهاز والجزء الآخر بيقول إلى خزينة الدولة، لكن السؤال ما الذي يعود على المستهلك من هذه الغرامات التي يتم توقيعها عند وقوع الجريمة؟ يعني الجرائم حينما بتقع على جيب المستهلك. هل يمكن أن يعالج القانون هذا الأمر بحيث أنه يتم تعويض المستهلك بصورة أو بأخرى، في صورة عينية، في صورة بضاعة، في صورة إلزام المحتكر أو القائم بمخالفة القانون حماية المنافسة بإلزامه بأنه يبيع بضائع بصورة معينة للمستهلكين في أماكن معينة، أو يتم مصادرة هذه البضاعة ليتم عرضها على المستهلكين بأسعار تعوضهم عن ارتفاع الأسعار الناتج عن هذه السيطرة. يعني هو السؤال في فلسفة القانون. يعني قد أكون ما عنديش رأي واضح في العلاج، لكن المشكلة الواضحة إنه القانون بيعاقب المجرم على هذه الجريمة لكنه لا يعوض من يقوم أو من يتم توقيع
وقوع الجريمة يتضرر من القانون المستهلك.